السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزينة ليلى. غنتقاسم معكم اليوم هاد لو كيك وشوكولا بلون اي كرامبل بهاد ديزاين زوين كيجي رائع. ان كيك سبونجو اسفنجي ومقادير موجودة في كل بيت، والخدمة ديالو سهلة. واخا كيجي هكا راه الخدمة ديالو سهلة، اي واحد يقدر يصوبو. ندوزو المقادير. عندنا البيض ضروري، البيض يكون تمبيراتور امبيونت، يكون بحرارة المطبخ، ما يكونش بارد. الا كان بارد راه ما كيطلعش ليا داك لاباري، ما كيجيش موسو. كان نديرو في هادي في الطراب، وضروري من الطراب كهربائي باش يطلع هذاك لو كيك ويجينا اسفنجي. غنزيد عليه سكر سنيدة، وغنزيد واحد سكر فاني. مقادير غتلقاوهم في صندوق الوصف، غنخليهم لكم بالعربية والفرنسية. هنا غنديهم يتخلطوا مزيان واحد 10 دقائق. هنا كناخد شوكولا بلون، واحد 100 غرام ديال الشوكولا بلون، شوكولاتة ابيض. كنزيد عليه 50 غرام ديال زبدة حيوانية وندوبو. كل واحد كيفاش، يا اما حمام مريم، يا اما ميكرو اوند، ولا لو فور يكون سخون وكطفيوه ودخلوه. هنا لو ميلونج ديالي ها هو كيفاش كيجي موسو وطالع وكيتبدل اللون كيولي ابيض. كنبدا نزيد في الحليب بارد جغيمه بجغيمه، وكنحرك غير بشويه من الفوق لتحت باش ما نهرش لاباري. هنا لو ميلونج ديال الشكلاط والزبده، انا هنا راه فوت ليه القياس تاع التذواب حتى داب، وعاوتاني بحال تجمع ليا، مي سي با غاف. المهم ردوا البال مع التذواب، من الاحسن حمام مريم ولا لو فور يكون سخون وكطفيوه وتخشيوه فيه. هنا كنزيد الطحين ديالي. الطحين ممكن ديروا فيه الخماره تخلطوها معاه، سينو نديروا الطحين هكا وكبغير بشويه من الفوق لتحت. وغنزيد الخميره الحلوه ديالي. هنا عندي الباكيه فيها 10 غرام، ممكن حتى 8 غرام، راه سا مارش فيه. صافي كنخلط بشويه، المهم كنحصل على واحد القوام اللي خفيف. كناخذ ليمون، درت ليه واحد ورق الطبخ، والخليط بحال كنقسمو على 3. كندير الطبقه الاولى، المهم غير عينك ميزانك، اللي ما عرفاتش راه تقسمو في زليفات. وواحد المعلقه كبيره ديال كاكاو امير، الكاكاو المر بدون سكر، وكنرشها على السطح كامل بهذه الطريقه. كنغطي هذاك لا سيرفاس كتغطى، وكناخذ كنزيد الطبقه الثانيه غير بشويه، ونحاول نوزعها على فوق من الكيك كامل بحال هكا. صافي واليد بهذاك لو دو ديال شي معلقه صغيره. انا هنا راه درت فورشيت بالراس ديال المعلقه، الظهر ديال المعلقه. حاولوا تجروا من الفوق وسرحوا ديك العجينه باش تغطيو هذاك الكاكاو كامل ما يبقاش يبان. هنا غنزيد معلقه اخرى عاوتاني غنرشها هنا بهاد الصفايه باش ترش لكم مزيان، وندير هذيك الطبقه الثالثه. نخوي هذاك لو ميلونج اللي بقى ليا، كيجي زوين بزاف هذا الكيك. و المذاق بحال لا تيكستور تاعو كيجي بحال لا جينواز خفيف. صافي هنا كنخبط ليمون، وهنا لو كرامبل ديالي. لو كرامبل راه درت انا هنا هذاك الشوفان لي فلوكون دافوان، ودرت معاهم بودره اللوز، درت معاهم دقيق الشوفان ولا دقيق القمح اللي عندكم، درت شويه القرقاع ودي بيبي دو شوكولا. تقدروا ديروا الكوك حتى هو كيجي زوين، لي زامون ديفيلي، المهم اللي عندكم. هنا بالموس كندير واحد الخط في الوسط، والكيك ديالي انا كنطيبو في فرن بارد. كندخلو ليه كندير 375 دوغري، ما يعادل 160 درجة، وكنخليه حتى كيطيب مزيان. كنخشي واحد لو كوردون، كنجبدو ناشف. هنا لو كيك راه خليته برد، من الاحسن
هنا تقدروا تقدموه بهالطريقه صافي راه بحال هكا. سينو بغيتي تزيدوه واحد الجماليه انا غنزوقو. ها هو كيفاش كيجي بهالطريقه. هنا عندي دي شوكولا بلون، جو في فيغ رابيل في هذاك الشوكولا بلون باش خدمت. انا راه حطيت هادو غير في الفران ملي طيبت الكيك حتى دابو، ودرت خطوط. وهنا عندي كان عندي دي كراميل صالي حتى هو غنزيدو من الفوق بهالطريقه. كندير خطوط كيجي زوين، غير المنيدر كيجي زوين، سينو راه تخليوه غير هكاك. ها هو كيفاش كيجي، كيجي رائع، يستحق التجربه. انا غنقطع معاكم نوريكم الداخل كيفاش كيجي، واحد ديزاين زوين فيه. وهنا من الاحسن الكيك راه ضروري خصو يبقى حتى يبرد، من الاحسن ليله كامله لي كيك خصهم يبردوا. ها هو كيفاش كيجي من الداخل، كيجي رائع، ودوك الخطيطات كيعطيو هاد لو ديكور بحال هكا. ولا كان لو مول صغير راه تقدروا ديروا 4 طبقات حتى 5 بالصحه والراحه.